يا لها الأفكار إن نشوف البنت تلبس قصيري تلبس بناطيل وتنانير قصار بلا يزن تستر إلا اليسيري والصدر مكشوف على كل الأنظار والباطن يظهر سرها المستديري يا للأسف صار التعري له انصار والستر مستنكر ولا له نصيري قل الحياة والدين وخوف من النار والخوف من رب سميع بصيري معقول هذا الشي يا ناس قد صار معقول هذا اللي نشوفه يصيري الراجل مستور وهي سترها طار مع التحرر والتمد يطيري تمشي مع الموضة ولا هم انكار من ينكر المنكر وعنده ضميري تشري ملابسها وتلبس وتختار اللي تبي وتقول انا مثل غيري تدفع على شر الماركة اغلى الاسعار ولا عليها من صغير وكبيري تقولي خلونا على كيفنا احرار كلنا على كيف وفكره يسيري والام تدري ما لها راي بالدار لا تستشار ولا على حد تشيري والراجل مسكين يدبر ويندار ما عنده امر وما بغنه يصيري سواقه يضرب به كم مشوار للسوق والمشغل ويا مال كفري هذا زمان فيها الاخلاق تنهار باسم التطور انهيار خطيري رباتهم بيسي على الفحش والعار واللي بروتنا سقيط ودشيري والالبسي نشر الرذيلة لاشعار ام التعري شرها مستطيري والارتي فيها بلا كل الاعمار مزابل فيها فساد كثيري اخصي في هذا ولا عم الاخيار اللي بهم في كل الاوقات خيري معقول هذا الشي يا ناس قد صار معقول هذا اللي نشوفه يصيري معقول هذا الشي يا ناس قد صار معقول هذا اللي نشوفه يصيري اللي نشوفه يصيري